يا صباح الحنتي، مصر بتهرب لاخراق اسلحه عن طريق السفينه كاترين. سفينه متجهه الى اخراق جايه من فيتنام مليانه اسلحه ووقفت في ميناء الاسكندريه، وقالوا انها نزلت مصر وهيعاد ارسالها تاني لاخراق علشان مصر بتهرب اسلحه لاخراق للقضاء على اهل عزه ولبنان. مامتك بتطرقع باللبان بصراحه. بقى يا جماعه، هي السفينه فعلا كاترين نزلت في اسكندريه، وقبل ما تنزل اتصلت بيا قالت لي يا بلبل مصر انا نازله اسكندريه وعايزاك تفسحني فسحه حلوه. ليه يا كاترين؟ انت جايبه شويه اسلحه كده، عايزاكم تروحوا تودوها مين؟ لاخراق، علشان نخلص بقى من اهل عزه كلهم ونخلص من لبنان. ونزلت السفينه فعلا اسكندريه وعملنا معاها الصح والزياد، خدنا السفينه وشديناها من الهيل بتاعها وفضلنا نتمشى بيها في الانفوشي والعجمي والمنتزه، وجبنا لها ايس كريم من عزه، حتى عزه ما رضتش تاخد الفلوس، قالت لا والله يا بلبل فلوس الايس كريم بتاعت السفينه على حساب، دي مهما كان برضو جايبه اسلحه عشان ندمر اخواتنا. جينا ناخد السفينه بعد كده وخدناها زنقه الستات ما عرفتش تخش، ليه؟ السفينه عريضه من الجنب شويه ما قدرتش تخش زنقه الستات، وقالت لك لا انا ماليش في جو النسوان ده، انا كاترين لكن ب 100 راجل، حتى الاسلحه والذخيره يا عيني اللي عليها جاعوا من كتر اللف. اخدنا السفينه وطلعنا بيها على كبده الفلاح، كونتينر كونتينر ينزل له طعم سندوتشات من كبده الفلاح، ومش اي كبده، الفلاح نفسه هو اللي زارعها. وقفنا شويه بقى على كوبري ستانلي والسفينه قالت احيد انا نفسي انزل الميه، اتاري السلاح اللي عليها يا عيني عنده حمو نيل في القناصه بتاعته. قلنا بقى ننزل الاسلحه كلها وننزلها شاطئ ميامي، ورجعنا السفينه تاني على المينا بعد ما خلصت الرحله الفضائيه اللي انا قلتها لكم دلوقتي، وقلنا ناخد بقى الاسلحه هنا عشان نوديها احنا الاخراق، ما احنا بنحب اخراق قوي. وبصراحه ما شفناش احلى من دي جيره، مامتك اسمها منيره. كان معكم صحيفه الهبد من قلب فخد الحدث، صحيفه مناطيح مصر. صحيح، وطبعا ده انفراد للصفحه الضاني، هي وصفحه تانية اسمها ما تصدقش. طب ولما انا ما صدقش عايزني اسمعكم ليه؟ وضيف عليهم بقى صفحه ما تزوقيني يا ماما يا اوام يا ماما، ده خروفي هياخدني بفروه عاملها بجامه. مناطيح مصر بقى سالناها المصدر ده جايباه منين يا مناطيح مصر؟ قالت لك شاهد عيان. والله العظيم ده شاهد عيان. اتصل بيهم وقال لهم الو صحيح مصر معايا، انا شاهد عيان، السفينه جت يوم 28 واليوم اللي بعده نزلوا الاسلحه اللي عليها. انا شفت مع انها جوه الكونتينر بس انا شفتها. ما هو انا شاهد عيان، نزلوها بمعدات تقيله. ايوه انا شفتها، بقول لحضرتك نفس الاسلحه اللي ببجي. ايوه انا بلعب ببجي وانا بلعب مع عمو بسمه بشوف نفس الاسلحه. يا ريت بقى تنشروا الخبر، انشروه بقى انشروه، وخلوا الخبر العالم كله يعرفوا ان مصر متعاونه مع اخراق. خلاص يا صحيح، مش عايزه حاجه يا قلبي، مع السلامه يا صحيح، لا اله الا الله. قالت له خلي بالك من نفسك يا مصدر، تكير يا بيبي وانت بتقفل السكه. ايه بقى اللي خلي سفينه جايه من فيتنام ومحمله بالاسلحه والذخيره زي ما بتقولوا يا مناطيح مصر، وجايه عن طريق راس الرجاء الصالح، ورايحه فين لاخراق؟ رايحه فين يا كاترين؟ رايحه لاخراق، وتقف في ميناء الاسكندريه اللي بيتبع القوات البحريه. طب ما راحتش على طول ليه على اخراق؟ يمكن تكون عايزه تمون بنزين 92 فقالت عدى على اسكندريه، يمكن كانت بتسمع شط اسكندريه يا شط الهواء، قالت اما اعدي بقى. او يمكن الاسلحه اللي كانت على السفينه عايزه تعمل بيبي فما لحقتش تروح المينا اللي بعدها، او يمكن بقى الذخيره كانت حامل وجالها الطلق في الوقت ده. يا سيدي هنفترض معاك السفينه كانت بتريح، تعبت شويه من الميه من العوم وقالت تريح في اسكندريه، بتنزل الاسلحه عندنا احنا ليه؟ ما هي المفروض رايحه الاخراق، ما احنا جنبنا على طول في ميناء اسدود ده بتاعهم، يروحوا هناك وينزلوا اسلحتهم، ليه اللفه؟ بعدين سؤال تاني، هو مين اللي عرف مناطيح مصر عدد الحاويات اللي في السفينة بأنواعها؟ مع ان الحاويات مقفولة، فتحت الحاويات ازاي يا مناطيح مصر؟ عرفت مين ان اللي جوه اسلحة؟ وهينزلوها عندنا احنا ليه؟ وبعدين احنا نوديها، طب ما كانوا هما ودوها، بعدين دي سفينة حربية، جبتوا الاسرار المستخبية منين؟ سيبك من ده كله، الكوميديا بقى في الموضوع ان مواقع اخراق الصحف بتاعتها قال لك احبطنا عملية تهريب سلاح من مصر عن طريق سفينه، والاسلحه متجهه الى المقاومه الفلسطينيه. مامتك ما شفتهاش من العشيه. ايوه يعني احنا مين؟ اذا كان اللي بيتكلم مجنون خلي اللي بيستمع عاقل. احنا مين؟ احنا الابطال اللي بتساعد المقاومه وبتهرب لها سلاح زي ما بتقول اخراق، اللي احنا الخاينين اللي بنساعد اخراق علشان تدك اهل عزه ولبنان زي ما بيقولوا مناطيح مصر. انا كل اللي عايز اعرفه احنا مين؟ انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا، لا دي سفينتي ولا اسلحتي ولا خاين انا. اذا عرفتم الحل فاتصلوا على الرقم اللي موجود على الشاشه، مستشفى الامراض العقليه والنفسيه والعصبيه والضانيه، او ابعت على صاد ب ه واو نون ته ي حنتي. يا حنتي.